مجددا مشاهدينا مع انتهاء الشوط الاول من مباراه النجمي والانصار بالتعادل السلبي 0-0. مباراه كانت او الشوط الاول كان حذر جدا من الطرفين، مع افضليه نسبيه لنادي النجمي اللي قدر يخلق عدد لا باس به من الفرص. كابتن جمال، يعني مباراه حذره، واضح من تشكيله الانصار انه حذر. النجمي بتشكيلته قدر يخلق العديد من الفرص، ولكن هذا السيناريو بمطرح من المطارح ما كان متوقع، خاصة خلال أول 25 دقيقة عندما الأنصار قدر أنه يسيطر على المباراة قبل ما يوعى النجمة آخر ربع ساعة ويخلق الفرص. رشيد، وضع الأنصار اللي هو فيه اللي حكينا عنه قبل المباراة، المعنى والنفسي خلاه، شفنا قالنا في إرباك بالفريق، مبين فيه تقل، في بطء عند صحيح المجموعة. صحيح. فريق النجمة الأفضلية تعيته بس من بالحالة الذهنية المبادرة، لاعب عم يلعب بشكل مريح أكتر، رسمه بالملعب للفريق الأنصار للفريق النجمة أفضل، الأريحية أفضل. الأنصار عمل بعض، سيطر على بعض فترات المباراة، سيطر ببعض فترات المباراة، هذا شيء غريب بظل وجود ارتكازيين، لكنه يبدو الفريق منه مترابط مثل ما قلنا، ما في مساندة من اللاعبين الارتكاز، ما في مساندة من الظاهرين، الربط عندهم في مشكلة، في مشكلة. النجمة في شكل الفريق أفضل، أريحية أكثر، بعتقد إنه اللعب بين الخطوط بيحتاج النجم، نادر لازم يلعب أكثر بين خطي الوسط والدفاع تاع الأنصار لأنه كتير عم يرجع لورا. كمان لو إدمون، واضح إنه لو هو بجهوزيته البدنية العالية مبين إنه منه بعده فايت منه فات، كان ممكن يشكل خطر أكبر، لكنه الفريقين وقت ما بتروح على دفاعاتهم عم بيصير في، عم بيكون في خلل بدفاعات الفريقين. لو استغل الفريقين هجوم الأنصار ولا هجوم العهد الإرباك عن دفاعاتهم، كان ممكن يتسجل أهداف بالشوط الأول. بكل الاحوال رح نشوف عدد من الفرص يلي صارت بالشوط الاول. بدي احكي شوي عن ادمون وعن خلينا نقول مهاراته. ادمون لاعب مهاري، ولكن هالمهارات اليوم ما شفناها فعاله، يعني بكير نحكم عليه، ما كان في فعاليه، يعني خاصه انه عمل يعني فاصل مهاري جميل ولكن ما توجه بانتاجيه، ايضا اضاع فرصه واضح داخل منطقة من المبكر، تحكم عليه بعد اول مباراه مع لا واضح انه جاهز، لكنه الواضح جدا للكل انه هو في وزن زياده، لا واضح انه جاهز. صحيح، دخل مع المجموعه بسرعه، يعني هذا امر مفاجئ، لكنه عندما بيجهز اكيد لاعب هو عنده مهارات وعنده سرعه، حتى فايز شفناه يمكن قلق شوي وجاهز اكثر بالمباراه، لكنه برجع بقول لك الانصار واضح انه في مثل، مش بس ما في ربط، الفريق مربوط، اللاعبين يعني مكبل منه مرتاح لك هون. هذه واحدة من الفرص الخطرة كمان، يعني قدروا فريق النجمة يعملوا فرص خطرة حقيقية كتير. فرص صحيح. خطرة صحيح. بدي أحكي شوي عن الجانب الدفاعي بنادي الأنصار، تحديدا على الجهة اليمنى مع أنس أبو صالح. شفنا في كثير من الأحيان عبد الله طالب اللي هو لاعب ارتكاز كان عم بيميل لجهة اليمين للتغطية على أنس أبو صالح، مما يفقده بنص الملعب لاعب مهم، خاصة انه عبد الله طالب هو من افضل لاعبين الانصار بالشوط الاول. حقيقة نحن وقت حكينا عن وسط الانصار في وسط النجمة افضل، عم نقصد التوليفة، ما عم نقصد اللاعبين، التوليفة هي بتشبه بعض، منا ما في تنوع، مش لكنه بيبدا عبد الله طالب كان افضل لاعب بوسط الانصار، لاعب قطع كرات كثير وتمركزه، وكان توقعاته وتدخلاته كلها بمطرحها وقدم شوط ممتاز، لكنه توليفة نص الملعب بفريق الانصار منا راكبة، كيميائيتها منا مضبوطة. وشفنا انه اعتماد النجم بعض الاحيان نادر عم يهرب عمالة الشمال مع ادمون، امرات اساكا عم يجي، حتى فايز اجى في بعض الاحيان كان في عندهم تركيز على مايلة انس ابو صالح. صحيح. لذلك كان عم بيميل على اليمين عبد الله طالب، المفروض كان اكثر نشوف عدنان حيدر بالمباراه، حقيقه المفروض نشوفه اكثر، كمان اونيغا المفروض كمان يحاول يعمل هيدي عمليه الربط مع الفريق، لانه برايك اونيغا عم يفشل او فشل بالشوط الاول بعمليه الربط؟ لا اونيغا مش المشكله من اونيغا، مشكله من التوليفه، يعني اللاعبين بيشبهوا بعض، يعني يا اللاعبين حط لهم غير اونيغا، يا اونيغا حط له غير لاعبين، ما المشكله من اللاعب من نفسه، كل لاعب عنده امكانياته عاليين جدا، حتى هلا اونيغا في الكرات اللي لعب فيها استعمل لاعب تمريراته ساحره لكنه عم نحكي بالنوعيه، نص الملعب هي المشكله، يعني لاحظ ادريسان يانج
قوة ولياقة وواجب دفاعي 100%. مراد الهزلي بيقدر يجمع بين صناعة اللعب والواجب الدفاعي بين التكتيك والمهارة. صحيح. نادر سرعة وحيوية للمجموعة، هي توليفة في تنوع، في تنوع بينما نادي الأنصار لا يفتقد. نادي الأنصار هيدي عم نحكي عن التوليفة. طيب بالشوط الثاني خلينا نقول شو خيارات الأنصار وشو خيارات نادي النجمة إذا بدهم يجروا تبديلاتهم، خاصة أن المباراة لحد هلا تقريبا شبه مقفله، يعني بالنسبه ما في فرص كثيرة. بالنسبه للنجم انا برايي خيارات التبديلات معروف واضحه بخط الهجوم، حتكون بين ادمون وفايز وإساكا لانه الموجودين علي الحاج وخليل بدر وعلي علاء الدين نص الملعب والدفاع عم بقوم بواجباته البدلة. بعتقد انه حتكون خاصه بالفايز ادمون شفناه مش جاهز 100%، بعتقد هيدا اول ممكن يكون تبديل. بالنسبه للانصار ممكن يكون بخط الهجوم، ممكن يكون بالوسط، ممكن يكون عبر الظهير، يعني احتمالات متنوعة كثيرة عند عند نزار ممكن يستعملها لحتى يعمل تبديلات بالفريق. يستعمل جهاد أيوب، ممكن يستعمل موني، حسام اللواتي، محمود الكجوك، موسى الطويل. ما ننسى أنه موضوع أنه يلعب لاعب صغير تحت العشرين، تحت 22 مفروض كمان اليوم يشارك بالمباراة. صحيح صحيح. هلأ منه مقدس يعني بمباراة اليوم. صحيح. ولكن بنكون ضمن الحسابات اللي مدربين ينتبهوا لهذه يشركوا لاعبين تحت ال 22 سنة، يعني عندهم خليل بدر وعلى علي الحاج وعندهم الأنصار موسى الطويل بجانب الأنصار. للشوط الثاني شو بتتوقع في ظل هذا السيناريو اللي شفته بالشوط الأول؟ يعني يبدو إنه إذا الفريقان إذا الأنصار تحرر بالشوط الثاني ممكن يكون أفضل. بعتقد هدف هو بريح الفريقان، يعني هدف اذا شفنا هدف ممكن نشوف المباراه تعلى، لكنه هيك بعتقد الحذر حيبقى هدف بيفتح اللعب برايك. هدف حيفتح اللعب برجع بقول لك النجمه وضعهم افضل، شكلهم رسمهم بالملعب، تحركاتهم والأريحية اللي عم يلعبوا فيها والمبادرة مبين ضغطهم أقل. فريق الأنصار يبدو في ضغط كتير كبير، يعني أنا بتوقع إذا الأنصار تلقى هدف ما ممكن يعود للمباراة. على كل الأحوال أنا تقديري الأنصار بحاجة إلى الفوز، ولكن ما رح يكون زعلان إذا طلع متعادل. مهم الأنصار هدف الأساس إنه ما يخسر. صحيح هيدا، لأنه هو عم بمر بظروف صعبة هلأ، بدي أقطعها بأقل خسائر ممكن الخسارة فيها. على كل الأحوال بنلتقي بعد المباراة، رح ننتقل لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم للتعليق على المباراة. عودة معكم مشاهدينا إلى مدينة كمير شمعون الرياضية، عودة إلى ديربي الأنصار والنجمة. الشوط الأول كان عم ينتهي بالتعادل السلبي 0-0، سمعنا كابتن جمال حاج وملاحظاته على الشوط الأول. عباس عطيوني كان مثل ما قال كابتن جمال حاج مطلوب منه عملية الربط يلي كان عند الأنصار بعيد جدا بين الوسط والهجوم بالشوط الأول، ما قدروا الأنصاريين يصنعوا الخطورة المطلوبة على مرمي العباس حسن بعكس النجمة اللي كان عنده بعض المحاولات الجدية. لوحة أنصارية جماهيرية حاليا قبل بداية الشوط الثاني مطرح ما راح تكون الكرة النجموية. عبودو إيساكا تحركاته كانت مميزة جدا بالشوط الأول لكن ملأ الطريق إلى الشباك. الكرة إذن النجموية الأولى بالشوط الثاني اللي عم ينطلق به الأثناء مشاهدينا مباشرة وحصريا دائما عبر شاشة MTV. التحية متجددة لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا.